انا عرفت ان بيتباع عندكم، يعني حاجه كده مستورده. ايه هو دواء؟ لا هو مش دواء. امال ايه؟ اصلا انا هتجوز. الف مبروك. الله يبارك فيك. فهمتي؟ لا انا اسفه ما فهمتش. مش تقولي عندي الهندي ب 480 وعندي تايلاندي ب 800 وفي حاجه صيني ب 300 جنيه. صيني صيني. استني واحده. اتفضلي يا عروسه. ايه ده؟ مش انت؟ فين؟ تعالي يا حبيبتي. خشي برجلك اليمين. نورت بيك. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. تجري كده على طول. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الف الف مبروك. الله يبارك. الاكل عندكم اهو، عايزاكم تخلصوه كله. ان شاء الله. الف مبروك. تسلمي. الف مبروك يا حبيبي. يا حبيبي يا اخويا. الف مبروك. الف مبروك يا زينب. جدع من حشرتك يا مصطفى. عايزين اللي هيلتم من البيت. ها؟ يا رب. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ شد حيلك. مبروك. مبروك يا معلم. ربنا يهدي سيرك يا رب. ربنا يتمم بالخير يا رب. الله يبارك فيك. يلا يا جماعه متشكرين. تعالى يا رب كده جوزت الهنا. يلا. نجملكم في الافراح، سيبوا العرسان لوحدهم. يلا. 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 نجملكم في الافراح ان شاء الله. الحمد لله، الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ تعالي هنا يا بت، ايه اللي موقفك هنا؟ يا هلا، تعالي خدي بنتك. عايزه اقعد معاهم شويه. مفيش شويه ولا شويتين، يلا يا بت. يلا. يلا. تخلصي الاكل كله. حاضر. حبيبه صلاح. ما كانش راضي يقفل. نورتي بيتك يا عروسه. ايه رايك في الشقه؟ حلوة. والله انت اللي حلوة وزي القمر. أنا عايز نقولك على حاجة. يمكن يكون الوقت مش مناسب. بس هنقولك. أنا كنت بحب مرات الله يرحمها. أكتر من أي حاجة في الدنيا. ولما ربنا افتكرها قلت خلاص. مفيش واحدة ست ممكن تخليني أفكر أتجوز تاني. لحد ما شفتك ساعة ما كنا في المكتب. عارفة؟ حسيت بإحساس غريب كده جوايا. عارفة طلع إيه؟ إيه؟ إن قلبي حبك يا زينب. صحيح إن يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية، بس أنا حاسس إن إحنا هنكون مبسوطين أوي مع بعض، ونخلي فيجي 15 عيل. بس أنا في حاجة لازم أقولك عليها يا محروس، ومينفعش أخبيها عنك. حاجة اللي مينفعش تخبيها عني يا زينب؟ أصل أنا أصلاً مش هينفع أعيش مع واحد مش قريب من ربنا. أنا عايزاك تصلي يا محروس. يا ست أصلي. عايزاني أصوم اثنين وخميس كمان. عايزاك تأم بيا وأصلي وراك عشان ربنا يكرم الجوازة دي. إن شاء الله هيكرم. ده أنت وش الخير.
خش برجلك اليمين سيدة الدوق. انت مجنون يا محروس؟ برجلك اليمين. ماشي. خش على طول هنا. انفخوا الابواب. اقعد. انت هتسحر؟ غمض عينك. تتحرق. يا لهوي، بتاع مين الذهب ده كله يا محروس؟ بتوع انا وانتي. انا وانتي؟ بس ده كتير قوي. 420 جرام. اصل كان في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجيلي فلوس نشتري دهب، ومن النهارده الفلوس دي بتاعت انا وانتي. انا وانت؟ البسي كده في ايدك الكريمه الجميله. ايه الزبده الملوكي ده يا جدعان؟ الله. طب ما فيش هنا اهو. انتي مش هتقلعي الخاتم ده بقى يا زينب؟ لا انا قلت لك لا. ما انت عارف ده بتاع المرحوم ابويا. الله يرحمه. ماشي ماشي. طيب ما شاء الله جميلة. اللهم صل على النبي. يا لهوي، كل دي فلوس؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسن ان انا حرام يا زينة؟ دول 50,000 جنيه اخر قسط بتوع العربية، ودول بقى هننزل كده نشتري لك ايه؟ 5-6 طقم من غاليين قوي، وكم قميص نوم هونمي، والخلاخيل عليكي. انا عايزك مبسوطة بس يا زينة. ربنا يخليك ليا يا محروس. ولا يحرمني من ضحكتك الحلوة دي أبدا. بقول لك إيه؟ أنا أروح أشوي لك دنيساية. ماشي. طب والهريسة؟ الهريسة نحل بيها بعد الدنيساية بقى. طب وبعد الهريسة؟ هي دي عايزة كلام. هنقيل شوية. نقيل؟ حصرين على المطبخ يا وزن. يا لهوي. يا بنت طمنيني عليك، ليلتك عدت تمام؟ يا بنت اتكلمي وريحيني. ما تتكلمي بقى. اقول لك ايه بس يا حاج، ده انا امبارح كنت هموت من الخوف. وربنا كان باين عليكي. طب عارفه، والله انا ما نمت طول الليل من قلقي عليكي. اه بس امانه الله يا حاج، محروس ده طلع طيب وابن حلال قوي. الا قولي لي، هي مراته بقى لها قد ايه ميته؟ بقى لها كده يجي سنتين، وعارفه من ساعتها ما شمش ريحه ست. بس بقول لك ايه، محروس جوزك ده ايده سايبه، انا مربياه وعارفاه. عارفه ده لو كان وقع روحه كان زمانه بنى عماره. اه ما هو باين. الله اكبر عليه، ده كريم قوي. بس لازم بقى تاخدي بالك منه. انت سنه والتانيه هيبقى عندك عيل ولا عيلين، رتبي حياتك بقى يا حبيبتي. على مهلك عليا شويه يا حاج، انا ما اتجوزتش قبل كده يعني عشان نعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعمل. انت بس فهميني وانا هنفذ.